هذه الزيارة الهامة التي ستحمل مجموعة من النقاط والاجتماعات سنتابعها بالتفصيل أيضا على مدار اليوم. لكن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز العرب. أرحب بك. أهلا وسهلا. أستاذ رامي، حدثنا، يتواصل عن أهمية هذه الزيارة والبعد الإفريقي في السياسة الخارجية لمصر واهتمامها بهذا البعد من خلال زيارات متباينة، زيارات للقادة الأفارقة لمصر أو زيارات هامة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها على مدار الأعوام السابقة. كيف تقرأ هذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت؟ الحقيقه هي زياره يعني تنبع اهميتها من كون موريتانيا دوله تتشارك مع مصر في عده دوائر العربيه والافريقيه والاسلاميه، وجغرافيا حتى نظرنا نجد ان موريتانيا دوله تقع في اقصى شمال غرب القاره، بينما تقع مصر في اقصى شرق شمال القاره، وبالتالي الدولتان محددتان او تتواصل بينهما خط واصل في شمال القاره الافريقيه وفي جنوب البحر المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء، وتستشرف مصر على منطقة البحر الأحمر من الشرق، بينما تستشرف موريتانيا على المحيط الأطلسي من الغرب، وبالتالي الدولتان تمتلك خطوط طويلة من إمكانية التواصل والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي والتنسيق بينهما. نعم، بالحديث عن الدور المصري في أفريقيا، مصر حريصة على دعم البنية التحتية في القارة الإفريقية من خلال مجموعة من المشروعات، يعني ما أبرز المشروعات المصرية المتواجدة في موريتانيا ودور مصر في دعم موريتانيا من ناحية البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالنقل والمواصلات أيضا؟ موريتانيا أحد أبرز الدول الأفريقية والعربية الناشئة في هذا التوقيت التي تسعى لإحداث عملية تنمية وتطوير واستحداث البنية التحتية لديها، ومصر كانت قد سبقت الدول الأفريقية والعربية في هذا المجال، وبالتالي تمتلك خبرات ومجالات متعددة، لذلك أفترض بأن هناك مشروعات مختلفة تستطيع مصر أو بالفعل تنفذها الآن في موريتانيا، خصوصا الطرق والكباري وإقامة المستشفيات وأعمال لها علاقة بتطوير مصائد الأسماك والمطارات في موريتانيا. فكرة أن مصر نجحت في هذه التجربة عبر 9 أعوام في إحداث تنمية وفي إحداث بنية تحتية متطورة تجعل مصر تمتلك تجربة واقعية ملهمة تستطيع أن تتناقلها وتتبادلها مع دول متعددة منها موريتانيا. نعم، يعني أستاذ رامي، بالحديث عن العلاقات الثقافية بين الدولتين ويعني ودعم مصر في هذا المجال، وأيضا اتفاقيات سابقة وقعت بين البلدين في الإطار الثقافي والتعليمي، أهمية هذا النوع من التبادل الثقافي في العلاقات بين الدول بعيدا عن الشق الاقتصادي أو السياسي ما هو؟ يعني بالتناول لو ذهبنا إلى الشعب الموريتاني، وأنا شاهدت ده بنفسي، يعني الحقيقة هم عندهم تواصل ثقافي او تاثر شديد بالثقافه المصريه وباللغه العربيه، ومصر هي اساس اللغه العربيه وبالازهر الشريف، وبالتالي مجالات التعليم والثقافه وتبادل الاتفاقيات الثنائيه بين الدولتين مؤثر جدا في العلاقات بينهما، بالاضافه الى حركه التعليم المتبادله، طلاب متعددين من موريتانيا يدرسون في الازهر الشريف ثم يعودون مره اخرى الى موريتانيا لنقل ما تلقوه من تعليم، لذلك افترض بان هذا الامر شديد الاهميه، بالاضافه الى تداخل مصر الدائم في عمليات التنميه والتدريب ورفع القدرات التنميه البشريه ورفع القدرات البشريه سواء للقيادات التنفيذيه وفي الوظائف الحكوميه او حتى في القطاع الخاص الموريتاني. نعم، المؤتمر المناخ كان من ضمن المحاور الهامة التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة ألا تتحمل القارة الإفريقية تبعات التغير المناخي نتيجة لما يعني تفعله الدول الصناعية وتبعات تصرفاتها. الحديث عن مشروع لتطوير الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بشراكة مصرية إماراتية ألمانية، أهمية هذه الشراكة خاصة مع ريادة مصر في القارة في مجال الهيدروجين الأخضر، والحديث أنها سيكون لها باع في هذا المجال تحديدا خاصة بعد ما خرج به مؤتمر المناخ. مشاريع الطاقة المتجددة بصفة عامة والطاقة البديلة ومشاريع
تحلية المياه، ثم كمان نتحدث عن الهيدروجين الأخضر، هامة جدا بالنسبة للاقتصاد الموريتاني وعمليات التنمية، لأن موريتانيا دولة صحراوية تعاني ظروف مناخية بالتأكيد كانت صعبة، ثم ازدادت صعوبة بعد ما يحدث في العالم من أثر سيئة للتغيرات المناخية. وبالتالي أفترض بأن مشروعات من هذا القبيل تتبناها مصر منذ رئاستها لقمة المناخ في العام الماضي، والآن دخلت في مراحل التطبيق، ومنها هذا الإطار ما بين الإطار الصناعي لإنشاء مصانع للهيدروجين الأخضر بشراكة مصرية إماراتية موريتانية، أمر جيد جدا أو مفيد جدا لحركة التنمية في موريتانيا في هذا التوقيت. نعم، يعني قد تبدو موريتانيا بعيدة عن مصر إلى حد كبير حدوديا، لكن أهمية هذا التواصل خاصة أن مشكلات كثيرة في القارة السمراء لا تقتصر على دولة واحدة فحسب، لكن على دول متباينة، سواء ما كانت مشكلات تتعلق بالإرهاب أو أيضا القضايا الاقتصادية والسياسية الأخرى. نظريا يبدو بأن موريتانيا ومصر بينهما يعني بعد جغرافي، لكن عمليا هم على خط واحد في منطقة شديدة الأهمية من العالم ومن القارة. نفس المخاطر التي تواجهها الدولتين من الإرهاب والتطرف وعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، الجريمة والجريمة المنظمة، وبالتالي نقل الخبرات ما بين يعني الجارتان المتباعدتان القريبتان استراتيجيا بعدتان جغرافيا هو امر شديد الاهميه، كون كما تفضلنا يعني كما حضرتك تفضلتي ان احداها في اقصى الغرب واحداها في اقصى الشرق. نعم. والرابط قوي ما بين الدولتين. نعم، فيما يتعلق بالتعاون العسكري، كانت هناك زيارة في بداية العام لوزير الدفاع الوطني الموريتاني، يعني مصر مهتمة بدعم الدول الإفريقية في محاربتها للإرهاب ومكافحة التوترات والنزاعات الداخلية. فيما يتعلق بالتعاون في الشق العسكري، كيف قرأت أهمية هذا التواجد المصري في مختلف دول القارة الإفريقية؟ مصر تؤمن بأن القوى العسكرية أو الإمكانيات العسكرية للدول الأفريقية هي مجال هام لتحقيق الأمن والسلم، والأمن والسلم في القارة الأفريقية هو ممر ضروري وحتمي للوصول إلى مراحل التنمية. وبالتالي اهتمام مصر الدائم برفع القدرات العسكرية للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة، ومحاولة نقل الخبرات والتدريب المشترك، مصر ترى بأنه شديد الأهمية، لأن محاولة إحلال الأمن والسلم والتخلص من بؤر الصراع في القارة الأفريقية هو بداية العمل نحو التنمية المستدامة تستهدفها الجميع. نعم، أستاذ رامي، يعني ما المنتظر من هذه الزيارة من وجهة نظرك على صعيد العلاقات بين الدولتين أو المأمول منها؟ رغم أن كان في لقاءات متعددة جمعت الرئيس الموريتاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن هذه الزيارة معدة مسبقاً. تم استقبال رسالة نصية منتصف الشهر الماضي من الرئيس الموريتاني، وبالتالي هناك عدة موضوعات لها علاقة بتنسيق الرؤى وتبادل الآراء والاستعداد لتطوير مراحل أكبر من مراحل التعاون، يعني ونقل هذا التعاون من مراحل يعني محدودية النظريات إلى واقعية التنفيذ على الأرض. لذلك أفترض بأن الأجندة الرئاسية حافلة بمزيد من مجالات او اطر التعاون او تفعيل لاطر تعاون تم توقيعها مسبقا، وارى بان العنصر الاقتصادي سوف يكون يعني مؤثر جدا في هذه اللقاءات. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ رامي زهدي، رئيس وحده الدراسات الافريقيه بمركز العرب، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المتابعه الحيه لهذه الزياره الهامه للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الى القاهره.